يقول أنا شخص والحمد لله متزوج وعندي 3 أولاد ومستقيم وأصلي الفرائض في وقتها على قدر الاستطاعة والحمد لله على نعمة الإسلام، لكن وقع مني خطأ في حق شخص آخر وأخشى أن أعتذر له فتزيد المشكلة، وتبت إلى الله بيني وبين نفسي، ولكن قابلني صديق لي وسألني هل فعلا وقع منك هذا الخطأ؟ فلكي أبرئ نفسي أمامه قلت له لا، فقال لي إذا سألك أحد يخص الشخص الذي أخطأت في حقه أو الشخص نفسه فقل له هذه العبارة: تكون زوجتي محرمة علي مثل أمي ومثل أمي وأختي، لم يحدث مني هذا. فكررت هذه العبارة وراءه ولكن لم يسألني أحد ولم أكررها مرة ثانية، وفي نفس الوقت لم تكن نيتي متجهة إلى الطلاق وزوجتي لم تعلم بأي شيء، وهذا الموضوع مر عليه 8 سنوات. فما حكم الشرع في ترديد هذه العبارة؟ وهل هذا يمين أم لا؟ وما شروط التوبة منها؟ جزاكم الله خيرا. هذا التوجيه الذي وجهك به هذا الشخص توجيه خاطئ، حيث قال لك إذا سألك أحد هل قلت أو فعلت في حق فلان كذا وكذا فتحرم من زوجتك وتطلقها أنك لم تفعل هذا الشيء، هذا توجيه خاطئ ولا يجوز هذا العمل. ما دام أنك لم تفعل ولم يسألك أحد الحمد لله ولم تقل شيئا من ذلك، إنما نويت لو سألك أحد أن تقوله فإن هذا لا يؤثر. طيب وترديدك إياه متابعة لهذا الملقن هذا لا أثر له، لأنك تريد تعلم هذه الألفاظ فقط ولم تطبقها، لأنك لم تريد تطبيقها إلا إذا سألك أحد حسب كلامك وحسب سؤالك، ليس عليك في ذلك شيء، ولكن احذر من أن تتلفظ بهذه الألفاظ بهذه المناسبة أو بغيرها، لأنها ألفاظ خطيرة ولها آثار سيئة ويترتب عليها أحكام قاسية، فعليك الحذر من هذه الألفاظ والتلفظ بها.